لقاءنا اليوم يتعلق بحدث ثقافي بتازة، هو المهرجان الدولي لمسرح الطفل دورة 18. هذا المهرجان اللي هو يشكل قطب أساسي في الخريطة، خريطة المهرجانات الثقافية بوزارة الثقافة. وهذه السنة ضيوف هذا المهرجان سيتضمنون بطبيعة الحال مشاركة مجموعة من الدول بما فيها فرنسا، إسبانيا، روسيا، السعودية، مصر، وروسيا، تركيا، تونس، والصين، إلى غير ذلك من الدول. وكذلك حاولنا أن نشرك الدول الإفريقية بمجموعة من العروض الفنية ذات الطابع المسرحي والفني، وكذلك أننا حاولنا أن ننفتح على مجموعة من الأنشطة المتنوعة في المهرجان بما فيها ورشات وندوة أكاديمية في موضوع التربية الفنية ومسرح الطفل بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والأساتذة الباحثين، ثم معرض الفنون التشكيلية كذلك برواق من بمشاركة مجموعة من الفنانين الدوليين والوطنيين. بطبيعة الحال المهرجان الدولي لمسرح الطفل يشكل بالنسبة إلينا أهمية قصوى فيما يخص التوجه الذي تنحو وزارة الثقافة لجعل هذا المهرجان يترسخ بشكل كبير في بمدينة تازة، على اعتبار أنه يتوجه إلى شريحة اجتماعية وهي بطبيعة الحال الناشئة ديالنا في المغرب. ونحن نريد أن نميز تازة بهذا المهرجان باعتباره الآن وصل إلى نضجه، ونحاول أن نجعل منه حدث ثقافي يرقى إلى مستوى المهرجانات الدولية بطبيعة الحال. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.